بسم الله الرحمن الرحيم. قناة السر الأعظم والفهم الصحيح لقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. أما بعد، بداية، الكلام في القرآن الكريم ليس هكذا خبط عشواء، وإنما من أراد أن يتصدى لتفسير كلام الله ولشرح كلام الله عز وجل فهذا أشرف شيء، ولكن عليه أن يحصل الأدوات. هناك أدوات للاجتهاد في استنباط الأحكام والفهم والمعاني من القرآن الكريم. هناك العلوم يمكن وصلها الإمام السيوطي في الإتقان إلى بضع 300 وشيء من العلوم، علوم القرآن الكريم، ولو ظللنا نعددها لما انتهينا. وهي أصلها علوم كبيرة متكونة من سبعة علوم، كل علم منها متفرع إلى علوم أخرى. يعني علم واحد بس، علم اللغة العربية، تفرع إلى نحو وصرف وبلاغة وعروض وأدب، كل وشعر جاهلي، كل ما يتعلق باللغة العربية فروع لا حصر لها. ويعني ولابد أن يعلم المتصدي للقرآن الكريم، يعرف الناسخ والمنسوخ، يعرف طبعا في ناس بتنكر الكلام ده لكن ليس هذا موضوعنا، ويعلم أيضا الظن الدلالة والقطع الدلالة من القرآن الكريم، يعرف الأمر المقصود به إيه. الأمر فقط في القرآن الكريم له 12 مقصد، مقصد من مقاصد الأمر في القرآن الكريم. يعني هناك فرق بين الأمر في قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هنا ربنا يأمر الناس بالكفر؟ أبدا، لكن ده أمر غرضه الإيه؟ التهديد. وأيضا حينما يقول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا دي أمر، فاصطادوا دي إيه؟ أمر. هل هنا الأمر بوجوب الصيد؟ لا أبدا، لكن الأمر هنا للإباحة، يعني ما كان محظورا عليكم أصبح مباحا لكم ما دمتم تحللتم من الإحرام، خلاص أصبح الصيد مباحا في حقكم، اصطادوا إن شئتم، لكن ليس الأمر على الوجوب. يبقى كل أمر في القرآن له مقصد. اللي متعلم للقرآن الكريم ودارس فهم القرآن الكريم واستنباط المعاني من القرآن الكريم لابد أن يمر على هذا كله. أما أن يضرب بكل ما سبقه من العلوم عرض الحائط ثم يدخل مشمرا عن ساعديه بلا أدوات ثم يستنبط المعاني من القرآن الكريم، ده هيأتي بطمات كبيرة جدا. ده زي اللي داخل حرب بلا سلاح. واحد داخل حرب بلا سلاح هيحصل له هيموت، هيموت. اللي يدخل الحرب بلا سلاح وغيره مسلح هيموت مباشرة. فاللي يدخل في القرآن الكريم يستنبط المعاني كده من ظنونه فقط دون أن يحصل أدوات أو يقرأ علوم السابقين أو يعرف المدخل أصلا لفهم علوم القرآن أو لفهم كلام الله عز وجل إيه، ده يعني أنا آسف، ده ضرب من اللعب، ضرب من اللعب. المهم نعود لموضوعنا. وصاحب قناة السر وهو بيشرح معنى قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هو في الحلقة بعنوان: السر الأعظم، الأرحام، كتابك بين يديك. الحلقة دي يقول بتاريخ 9/6/2021 بيقول فيها إيه؟ يقول: عندما يتحدث الله عن تنزيل القرآن العظيم
فهو يقول عن جبريل عليه السلام مصدقا لما بين يديه، فهو يقول عن جبريل عليه السلام مصدقا لما بين يديه، أي أن جبريل عليه السلام الروح الأمين فقد نزل بالقرآن بين يديه، يعمل كده، نزل بالقرآن بين يديه وهو مصدق لما بين يديه. يبقى هو كده صرف معنى الآيات اللي بتتحدث عن مصدقا لما بين يديه، إن اللي مصدق ده هو مين؟ هو جبريل عليه السلام. ثم يقول وأن ما بين يدي عيسى من التوراة هو في الحقيقة ما بين يدي ما نزل به جبريل عليه السلام. يبقى هو بيسوق كل معاني ما بين يديه ويصرفها إلى جبريل. هل الفهم ده صح ولا لا؟ تعالوا نشوف العلماء ماذا قالوا اللي حصلوا أدوات الاجتهاد ووصلوا لدرجة تفسير القرآن الكريم ودونوا ذلك في تفسيراتهم واستقبلتهم الأمة بالقبول والعلماء بالقبول. تعالوا نعرض كلام أخونا ده على هذا الأمر. وبالمناسبة بعض أحبابنا اللي بيعاتبوني إن أنا بقول أخونا أو الأخ الفاضل، لا طبعا ده لازم نقول كده، لازم نكون متأدبين في الحديث معاه. إذا اختلفنا في الرأي أو حتى في كل شيء ده شيء، والاحترام الشخص شيء، لأن احنا لا ننطلق من هذا الكلام عن هوى أو عن رغبة، أي رغبة كانت يظنها البعض، لا والله، لكن ننطلق من باب تصحيح المفاهيم. وفرحتنا تكون كبيرة جدا حينما يصل معنى التبس على الأخ رضا، يصل المعنى الصحيح اللي بنأخذه من الكتب. احنا ما بنخترعش، لا نأتي باختراعات من عند أنفسنا. يبقى هنكون سعداء جدا حينما واحد فاهم غلط أيا كان حتى من المتابعين، وربنا يجعله عن طريقنا يفهم الصح أو الصواب من خلال الكتب، من خلال ما تعلمناه من العلماء إلى غير ذلك. يبقى الترفع على الناس حال المناقشة ده أنا يعني ده ليس منهج رسول الله أبدا، عمره ما كان منهج رسول الله. يعني الأخ اللي بيعاتبني ده ويقول عتاب، كتر ألف خيرك على العتاب، لكن يا أخي أنا وأنت لو ظننا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أتظنه يسب أو يلعن أو يهين من أمامه؟ أبدا والله، أبدا والله. ده النبي كان يأتيه الرجل من الكفار وعايز يعني يفعل بالنبي الأفاعيل، أما آن لك أن تكف يا محمد؟ فالنبي يقول له اسمع مني يا عماه، اسمع مني يا عماه. فالرجل يضطر أمام أدب النبي، وده رجل كافر مش مسلم زي أخونا، لا، فالرجل يضطر أن يقول للنبي إيه؟ قل يا ابن أخي، يعني النبي يقول له اسمع مني يا عماه، فالنبي الرجل يقول له قل يا ابن أخي. شوف النبي حول المسألة، لأن النبي جاء صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى الإيه؟ إلى النور، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، مش عشان يرميهم في الظلمات أكتر. يبقى احنا في نقاشنا مع أي حد، وأنا حينما أتكلم عن الأخ رضا والله لا أقصده شخصيا، وإنما أقصد الأفكار وتتعداه لكل ما من بعده بنفس الإيه؟ الأفكار دي. ومن يقولون طب فلان وفلان، سنأتي عليهم واحدا واحد، لكن اللي بنقوله ده بيوصل للجميع، ويعني احنا بنقول والباقي عليكم توصلوا الكلام ده لمن استطعتم منهم، وكلامي يشمل الجميع بلا استثناء. كل من يقول في القرآن قولا غير صواب، او يأتي من عنديات نفسه، او يعتمد في تفسير القرآن على حساب الجمل وهذه الاشياء، كلامي للجميع، كلامي لهؤلاء جميعا، لان ضرب كبير جدا من الارقام نوع من الدجل الذي ما أنزل الله به من سلطان. إذا حتى ارتقى فهو لن يرتقي إلا باب الملح الفكرية والطرائف، لكن ما نتنبأش به ولا نفسر به كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن ده معنى كلام الأخ رضا اللي هو بيقول إن المصدق لما بين ذلك يبقى هو مين؟ هو جبريل. طيب تعالوا، واضح كده إن هو التبس عليه الأمر لما قرأ قوله تعالى في الآية 97 من سورة البقرة، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه.
فهو ظن لمصدق بين إيديه مين؟ جبريل. لا 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 لا، ده هو المقصود به القرآن، أو من يتحدث الله سبحانه وتعالى عنه مصدق لما بين يديه، يعني الكتب السابقة عليه من كتاب ورسول، يعني مصدق لكل من سبقه من كتاب أو رسول كما قال العلماء. ولذلك حينما ننظر إلى الآيات اللي نزلت بالمعنى ده تجد شبه حصر لها أهو. ربنا يقول إيه؟ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، دي البقرة 41، وهو الحق مصدقا لما معهم، البقرة 91، بإذن الله مصدقا لما بين يديه، البقرة 97 اللي احنا لسه ايه بنتحدث فيها الآن. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، آل عمران الآية 3. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، آل عمران 39، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، آل عمران 50. آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم، النساء 47. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، المائدة 46. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، المائدة 48. هو الحق مصدقا لما بين يديه، فاطر 31، إلى آخر الآيات. أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، الأحقاف 30. إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي، الصف 6. دي معظم الآيات اللي تحدثت عن هذا، ومعظمها يقول لك مصدقا لما بين يدي، أو لما بين يديه، أو لما معكم، أو في آية لما معهم. يبقى ده كله يعني الكتاب مصدق لما سبقه من كتاب أو رسول، من كتاب أو إيه أو رسول. ولذلك الإمام ابن كثير في الآية دي، الآية بتاعت قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، إذا كانت التبست عليك وظنت أن المصدق هو جبريل، لا، ده المقصود بها الكتاب مصدق لما بين يديه، يعني لما سبقه من الكتب. الإمام ابن كثير بيقول إيه في تفسيره؟ مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة. يمكن أنا جئت بتفسير ابن كثير أهو الجزء الأول، لأن الآية دي في البقرة 97 أهو، والله حتى أنا علمت عليها أهو، يعني إذا عرف حد يشوفها أهو، الكتاب الكتب المتقدمة، الكتب المتقدمة هنا إلى جوار إصبع، طبعا مش هتظهر، لكن الشاهد إنها في تفسير ابن كثير وهو يفسر يقول إيه؟ مصدقا لما بين يديه، يعني مصدقا للكتب الإيه؟ المتقدمة عليه. وغيره يقول مصدقا للكتب المتقدمة عليه، أو ما سبقه من كتاب أو رسول. معايا؟ يبقى إذن ده بالنسبة للإيه؟ لكلمة مصدقا لما بين يديه، أو مصدقا لما معكم، أو مصدقا لما بين يدي. وإلى هنا نتوقف تجنبا للإطالة، ونكمل ما تبقى في الحلقة التي تليها إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.